السلام عليكم، رجعنا ثاني. راح نكمل ان شاء الله محاضره اليوم الاشتقاق باستخدام التعريف لاي اقتران عندي. في المحاضره السابقه اخذنا الاشتقاق باستخدام التعريف عن قيمه معينه اللي هي كانت A، واللي A هذه ممكن تكون اي عدد. في المحاضره هذه راح ناخذ الاشتقاق باستخدام التعريف، يعني اللي هو قانون النهايه، عن مين؟ عن هناخذ الاول اقتران الخط من الدرجه الاولى، راح ناخذها كمان الاشتقاق باستخدام التعريف عن اقتران تكعيبي، وراح ناخذ الاشتقاق باستخدام التعريف عن القيمه المطلقه. راح نشوف كيف ان شاء الله يكون معنا وقت نشرحهم سوا الثلاثه. خلينا نشوف. قبل ما ابدا اشرح الاشتقاق للثلاث اسئله اللي موجودين عندنا، هو اقتران الخط 5 اكس زائد 10 اكس تكعيب ناقص اكس، والقيمة المطلقة اللي راح ناخذ مشتقتهم باستخدام التعريف. قبل ما اشرحهم بدي احكي عن المشتقة باستخدام التعريف لجذر الاكس عن الاكس نفسها. اخذناها احنا في المحاضرة السابقة عندما كانت اكس تساوي ايه. طب لو هو طلب مني اوجد المشتقة فايند اف داش الاكس، طالما هو ما حددش عندي ايه، يعني ما بكتب ايه، بتضل كما هي اكس، كما هي في السؤال كان. تخلي كل اكس هو بده اياها المشتقة عند مين؟ عند الاكس. فكل اكس فهو نعمل نفس خطوات الحل كاملة، ولكن ما بعوض بالايه؟ بتضل الدالة دايما مجهولة بالاكس. طيب. وبدي امشي كل الخطوات نفسها. ما اغير ولا اشي. يعني بعوض اف الاكس زائد الاش اف الاكس نفسها. اللي ما حضر المحاضره هذه، المحاضره السابقه راح تكون موجوده، رابط المحاضره السابقه موجود تحت وصف المحاضره بتاعتي، وصف المحاضره هذه. فاكس زائد الاش نفسها، خذ الخطوات كل A راح اشيلها، ولما انا ابدا اعمل الخطوات بدل ال A بدي احط الاش ونفس القيمه، راح يطلع معايا بالاخر 2 اكس. ليه؟ أنا أصلاً بالأصل كتبتها في المحاضرة السابقة إن لو كانت f الإكس تساوي جذر الإكس، المشتقة عن الجذر التربيعي لإكس هي 1 على 2 جذر الإكس. فهذه هتكون قاعدة للاشتقاق التربيعي. قاعدة الاشتقاق التربيعي لعند الجذر التربيعي هي 1 على 2 الجذر في مشتقة ما بداخل الجذر. طبعاً خلينا المشتقة باستخدام القانون اللي هي قوانين الاشتقاق، اللي هي البسيطة اللي هناخدها بعد المحاضرة. خلينا اليوم بس نخلص هدول عشان نكون أكملنا كل أنواع الاقترانات. أخذنا الاقتران التربيعي والجذر، رح ناخد التكعيبي والاقتران بالقيمة المطلقة. خلينا نبدأ. عندي بالسؤال الأول اللي رح ناخده، عندي اقتران خط 5 اكس زائد 10، طالب مني اوجد المشتقة باستخدام التعريف. find f داش الاكس. أول شيء بدي أعمله بدي أكتب المشتقة الأولى باستخدام التعريف عند الاكس بشكل عام، هي عبارة عن النهاية لما اتش تقول لصفر f اكس زائد الاتش ناقص f الاكس. على مين؟ على اتش. هو نفس المشتقة باستخدام التعريف عند القيمة ايه؟ عند قيمة معينة. هو نفسه عن مين؟ المشتقة باستخدام التعريف لاف الاكس بشكل عام. أول حاجة حكينا دايما بدنا نروح نجيب اف الاكس واف اكس زائد الاتش على الاتش. خلينا نعملهم هنا. أول خطوة حكينا بكتب اف الاكس، اف الاكس ايش معطيني اياها بالسؤال؟ 5 اكس زائد 10. طبعا هذا السؤال بسيط، هنبدا بسؤال بسيط بعدين فك التكعيب راح يكون ايش؟ شويه بتبقى بسيطه. انا بدي اف الاكس اوريدي موجوده بالاصل اف الاكس كما هي، يعني ما فيش عندي اف الاي عشان اعوض عن اف الاي، ولكن عندي اف اكس زائد الاتش. حكينا دائما لما يكون عندي اكس زائد الاتش، او سواء كان اي زائد الاتش، لما انا اجي اعوض f x زائد h او a زائد h لازم احطها بين اقواس. فكل x موجوده بالسؤال
بدي أعوض عنها بمين؟ بالقيمة الجديدة اللي هي x زائد الاتش. هاي الخمسة عندي ثابتة، دائما حكينا أنا بدي أعوض عن x زائد الاتش، وفي أكثر من حدود في السؤال، أكثر من حد في السؤال، بحطها بالأقبس x زائد الاتش. أي طالب ما شاف المحاضرة السابقة لازم يرجع لإلها لأنها فيها تبسيطات أكثر من المحاضرة هذه. واضح؟ بعد هيك زائد مين؟ العشرة بتنزل كما هي. بعد هيك الخمسة هذه بدي أروح أعديها مين؟ على الأقواس يلي عندي، خمسة مرة أضربها في الإكس ومرة أضربها في الأتش. حكينا وبنعيد بنكرر، الإكس زائد الأتش لازم تكون موجودة بأقواس لما بدي أعوض عنها، لأني لو أنا كتبتها على طول هيك خمسة إكس زائد الأتش زائد عشرة، صارت الخمسة فقط للإكس مش للأتش، وهذا الخطأ اللي بيوقع فيه كل الطلاب أو الأغلبية. أغلب الطلبة بيروحوا بيحطوا خمسة إكس زائد أتش، الخمسة هذه مضروبة لقيمة الإكس كلها أو للقيمة الجديدة تبعت الإكس اللي هي إكس زائد أتش، وبصير عندي بعد هيك خمسة إكس زائد خمسة في أتش خمسة أتش زائد عشرة. نعمل كمان مثال على هذا إيه؟ على القيمة هذه. لو أنا عندي مثلاً f x زائد y وبدي أعوض أنا عنها في القيمة، في قيمة السؤال اللي هو معطيني إياها 5 x زائد 10. إيش قيمة x الجديدة؟ صارت x زائد y. فبصير عندي 5 مضروبة في x زائد y زائد 10. فالخمسة هذه مضروبة في قيمة الإكس الجديدة كلها، قيمة الإكس الجديدة هي إكس زائد واي مش إكس لوحدها. ناخد كمان مثال عليها، لو أنا عندي إف الإكس بدها تساوي 2 إكس تربيع زائد 3 إكس زائد 1، وأنا بدي أجيب على سبيل المثال إف في الإي، كل إكس بدي إف موجودة بالسؤال بدي أعوض عنها بإي بالقيمة الجديدة. كل إكس موجودة بالسؤال بدي أعوض عنها مين؟ بالقيمة الجديدة، هي 2. كل إكس ألاقيها أعوض عنها إيه؟ والتربيع كما هو، زائد 3 إيه زائد 1. طيب، لو أنا بدي أوجد إف إيه زائد 4، صارت عندي قيمة الإكس الجديدة هي مين؟ هي إيه زائد 4، مش إيه لوحدها ولا إكس لوحدها، إيه زائد 4. يعني كل اكس بدي اشيلها واحط بدلها اي زائد 4. فلو انا في عندي هنا اي زائد 4 اكس زائد اتش، اي زائد بي، اي زائد اتش، بعوض عنها باقواس، بحطها باقواس. هاي الاثنين كما هي، اي زائد 4 مرفوعه لاس 2 زائد 3، قيمه الاكس الجديده هي عباره عن اي زائد 4 زائد 1. واضح؟ هذه أمثلة إنه كيف أنا بدي أعوض بقيمة A زائد 4، A زائد الـ H، X زائد الـ H، X زائد الـ A. واضح؟ بعوض عنها بالتفصيل، كل ما ألاقي X في السؤال بدي أشيله وأحطها بين أقواس، عشان الأقواس هذه بتراعي معايا التربيع وبتراعي معايا إنه الاثنين مضروبة للحد هذا كله. واضح؟ أنا رح أمسحهم لأنهم ما بيلزموني ورح أخلي فقط هذا ما بيلزمني، رح أشيله. وهذا إذا أنا بلزمني في السؤال بدي f x زائد الاتش، هي جبتها 5 x زائد 5 اتش زائد 10، برجع بعوض فيها وين؟ في السؤال يلي معطيني اياه في القانون عفوا. هاي تمت اتش تقول لصفر عند المقام اتش، f x زائد الاتش عملتها على مش كام؟ 5 x زائد طيب 5 x زائد 5 اتش زائد 10 ناقص f x، هي نفسها اللي معطيني اياها في السؤال اللي انا كتبتها هناك. هل ينفع اكتب 5 x زائد 10 هيك؟ لا، هذا هيك غلط. ليش غلط؟ لانه السالب اللي عندي هذا هو للاف الاكس كامله، وهذه نفس الملاحظه اللي حكيناها في المحاضره السابقه. السالب هذا هو لاف الاكس كامله مش للحد الاول 5 اكس،
فلازم بعد اشاره السالب افتح اقواس واحط مين؟ اف الاكس كامله زي ما هي. اف الاكس اللي هي 5 اكس زائد 10 هي نفسها اللي كتبناها على الهامش الثاني. بعد هيك السالب هذا بده يعدي جوا مرر ال 5 اكس ومرر ال 10. نيجي عندي ويساوي ليميت اتش تقول لصفر، عندي المقام اتش، البسط 5 اكس زائد 5 اتش زائد 10، سالب في موجب 5 اكس بيعطيني 5 اكس، سالب في موجب راح يعطيني سالب 10. بعد هيك اشوف هل في تقسيطات او اختصارات اختصرها. 5 اكس راحت مع سالب 5 اكس، موجب 10 راحت مع سالب 10، ضل عندي 5 اتش على اتش. اذا ضل عندي النهاية ليميت لما اتش تؤول لصفر، ضل عندي 5 اتش على اتش. بختصر الاتش في المقام بتروح مع الاتش في البسط وضل عندي مين؟ 5. اذا مشتقة الاقتران 5 اكس زائد 10 عن الاكس راح يعطيني 5. فينا ناخذ السؤال الثاني هو الداله لو كانت اف الاكس هي عباره عن اكس تفعيل ناقص الاكس. خلينا نمسح هم، طالب مني اوجد المشتقه عند الاكس، طالب مني فاين اف داش للاكس، مش محددها عن ايه ولا عن اي عدد، هي بشكل عام المشتقه الاولى عند الاكس. اول شيء بدي اعمله اكتب القانون اللي هو اكتب انه المشتقه الاولى عند الاكس بدها تساوي ليمت لما اتش تقول لصفر على مين؟ المقام اتش، البسط اف اكس زائد الاتش ناقص اف مين؟ الاكس. اكس زائد الاتش لازم اجيبها على الهامش، واف الاكس اتس اوريدي هي معطيني اياها، يعني هو بالفعل معطيني اياها هي موجوده بالسؤال. مين بدي اجيب على الهامش؟ اف اكس زائد الاي. بدي اروح على الهامش انا اكتب مين؟ دائما لما بدي اعوض على الهامش اول شيء بكتب اف الاكس اللي معطيني اياها بالسؤال، يعني اف الاكس بدها تساوي اكس تكعيب ناقص مين؟ اكس. طيب انا بدي مين بالسؤال اعوض؟ مين بيلزمني؟ اف اكس زائد الاتش، هي اف اكس زائد الاتش. بروح احدد في السؤال وين قيمه الاكس اللي انا بدي اعوض عنها. في قيمه الاكس في الاقتران الاكس اللي معطيني اياه عندي اكس تكعيب، هيها اكس هاد بدي اعوض عنها، والاكس هاد بدي اعوض عنها بالقيمه الجديده. شو قيمه الاكس الجديده؟ اكس زائد الاتش. وحكينا لما انا بدي اعوض عن اكس زائد الاتش او اكس زائد الاي او اتش زائد الاي او اي حدين مجموعين مع بعض، لما اعوض عنهم بحطهم في اقواس. عشان ايش؟ ما يروحش عندي حدود وما يروحش عندي تربيع او تكعيب. كل الحدين ياخذوا ايش؟ التكعيبات الموجوده والمعادله صحيحه. والمعادله صحيحه. الاكس تكعيب هيها شو القيمه الجديده لها؟ اكس زائد اتش الكل تكعيب. ناقص الاكس هذه شو قيمتها الجديده؟ اكس زائد الاتش. هل ينفع اخليها هيك بدون اقواس؟ لا، لازم احطها بالاقواس. ليش؟ لانه السالب لاكس زائد الاتش مع بعض مش للاكس لوحدها. اذا اكس زائد الاتش بكل تكعيب ناقص اكس زائد الاتش. يفضل حكينا انه نحطها بين اقواس، لانه التكعيب للاكس زائد الاتش مع بعض والسالب لاكس زائد الاتش مع بعض. طيب هي هذه الطاوله هان وهذه الطاوله طيب فك التكعيب في المحاضرة السابقة حكينا فك التربيع، وموجود أصلا فك التربيع وفك التكعيب في المحاضرات الأولى للكورس، والمحاضرات كلها موجودة على القناة. راح أضيف كمان رابط القناة لأنه كثير طلاب سألوني ابعت لي رابط القناة. رابط القناة أوريدي لما تفتح على أي فيديو موجود على القناة عندي اسم القناة تحت، لو انت ضغطت على اسم القناة راح على طول يعمل لك شيفت على يفتح لك صفحة يشعر القناة. يعني حتى لو انا ما حطيت رابط القناة، انت الفيديو اللي انت فاتح عليه مكتوب اسم القناة تحت، اضغط على اسم القناة راح تروح على كل الفيديوهات الموجودة بالقناة. اوكي؟ وما هيك حطيت رابط القناة تحت. طيب
تبعد عرض القناة نيجي نشوف كيف فك التكعيب. الاقتران التكعيبي فكه، لو أنا عندي A زائد B الكل تكعيب، إيش فك التكعيب؟ بيحكي لي الأول تكعيب، هذا اسمه الأول، بدنا نسميه الحد الأول، وهذا الحد الثاني. فك التكعيب، الأول تكعيب زائد الأول تربيع ضرب الثاني ضرب ثلاثة، زائد الأول الثاني تربيع في ثلاثة مضروب، زائد الثاني تكعيب نفسه، يعني نفس طريقة فك التربيع. لو كانت عندي حكينا A زائد B كل تربيع، هي عبارة عن الأول تربيع زائد الأول ضرب الثاني ضرب اثنين زائد الثاني تربيع. فك التكعيب هي الأول تكعيب زائد الأول تربيع ضرب الثاني مضروب في ثلاثة، زائد الأول الثاني تربيع ضرب ثلاثة زائد مين؟ الثاني تكعيب. هذا لازم الطالب يحفظه لأنه كثير بتيجي عليه مسائل في الامتحان. طيب أنا ليش قدرت فك التكعيب؟ لأنه أنا طلع معي هنا في السؤال فك تكعيب، وفك التكعيب هذه مش للإكس لوحدها، لإكس زائد الأتش. نشوف كيف بدنا نفك إكس زائد الأتش. قبل ما أفك إكس زائد الأتش رح آخذ كمان مثال عشان الطلبة تصعب كثير من فك التكعيب. عندي إكس زائد الواي، حكينا الإكس هذه عندنا ناخذها هي الحد الأول والواي هي الحد الثاني. فك التكعيب بيحكي لي الأول تكعيب، يعني هي إكس تكعيب زائد ثلاثة الأول تربيع مضروبة في الثاني على طول، زائد الأول تربيع مضروب في الثاني زائد مضروب في مين؟ في ثلاثة. بعد هيك ثلاثة مضروبة في الأول أروح أربع الثاني زائد الثاني تكعيب. إذا فك التكعيب بده يكون عند الأول تكعيب لحاله هيو عشان ما ننساهوش، والثاني تكعيب لحاله. بعد بما إنه في عندي ثلاثة هتتأكد زائد ثلاثة زائد ثلاثة. مرة أربع الإكس وأضربها في الواي، ومرة أربع الواي وأضربها في الإكس، سهلة. نيجي هنا لإكس زائد الأتش الكل تكعيب، شايفينها هذه؟ إكس زائد الأتش الكل تكعيب، هذه منها فك تكعيب. فك التكعيب، إيش فك التكعيب عم حكينا؟ الأول تكعيب، يعني إكس تكعيب. وأحط مين عشان ما أضيقهمش؟ الأتش تكعيب. مين بضل عندي حتى مرة أضرب الثلاثة أربع الأول وأضربه في الأتش، زائد ثلاثة أربع الأتش وأضربها في الإكس. صار سهل فك التكعيب. أول إشي بحط الأول تكعيب زائد الثاني تكعيب، بعد هيك زائد ثلاثة وزائد ثلاثة، مرة تربيع الأول أضربه في الثاني، ومرة تربيع الثاني وأضربه في الأول. وضحت؟ إن شاء الله تكون هيك ناقص. بعد هيك في عندي أنا السالب، هذه هي مضروبة مرة في الإكس ومرة السالب مضروبة في مين؟ في الأتش. إذا نيجي سالب إكس سالب في موجب سالب الأتش. وبعد ما خلصت هاي التبسيط بدي أروح أخذها هيك كلها مع بعض وأعوض عنها وين؟ هذا في قادم النهاية. إذا ويساوي المشتقة الأولى عند الإكس هيها ليمت أتش تقول لصفر أف إكس زائد أتش، كم أنا طلعتها هيها؟ هي عبارة عن إكس تكعيب زائد ثلاثة إكس تربيع أتش زائد ثلاثة إكس أتش تربيع زائد أتش تكعيب ناقص مين؟ هل ينفع اكتب اكس تكعيب ناقص اكس زي هيك؟ غلط، هذه هيك غلط. ليش؟ حكينا وبنعيد، السالب هو عباره عن الاقتران الاف كامل، السالب هذا الاقتران اللي عندي كامل، فما ينفع اكتب سالب اكس تكعيب هيك على طول ناقص الاكس، لا، لازم افتح اقواس لحتى ما اضيع اي حد. وأخفي الإكس بكتبها زي ما هي، يعني معطيني إياها بالسؤال، إكس تكعيب
ناقص الاكس، واضح؟ على اتش. بعدين بدي ادخل مين؟ السالب يلي عندي احطه وين؟ اخليه عندي بالاقواس اللي انا كتبتها. عندي المقام كما هو اتش، ليميت اتش تقول لصفر، اكس تكعيب كما هي الحالة، هذا الكل بينزل كما هو لانه ما في تبسيطات، زائد 3 اكس تربيع اتش، زائد 3 اكس اتش تربيع، زائد الاتش تربيع. سالب في موجب، سالب اكس تربيع، سالب ضرب سالب، سالب ضرب سالب راح يعطيني موجب اكس. بعد ما خلصت التبسيطات للحد الاول جبتها من عند الهامش، وتبسيطات الحد الثاني بعد ما عدلتها على اشاره السالب، بدي اشوف اذا في انا عندي حدود متشابهه اضيقها. هذه سالب اكس تكعيب مش تربيع. نيجي لحد اكس تكعيب مع سالب اكس تكعيب هم مع بعض. هل في عندي اكس هم مع الاكس ثاني؟ لا. في عندي اتش تربيع هم مع اتش تربيع ثاني؟ لا. في عندي 3 اكس تربيع هم معها شيء ثاني سالب؟ لا. وهذه لا، والمقام لا. لو انا عوضت بالاتش صفر راح يعطيني صفر على صفر، صح؟ نكتب بالاول بعد التبسيط، اتش يقول صفر، عند المقام اتش، عند 3 اكس تربيع اتش. في انا حد نسيته، على فكره انا نسيت حد، نقلتها من على الهامش نسيت. هذه لما انا نقلتها اكس تكعيب 3 اكس تربيع زائد 3 اكس اتش تربيع زائد اتش تكعيب، نسيت الحد هذا كله. خليني اضيف الحد، اضيف الحد هنا ثاني شوية بس. أنا نسيت الحد سالب إكس ناقص إتش، هاي سالب إكس ناقص إتش، وعندي الحد هذا راح أضيفه هنا، هاي سالب إكس تكعيب، سالب في سالب موجب إكس. إذا هذا هو من وين؟ هذا الحد هاي، وهذا حد كامل اللي هو اللي أنا جبته من عند الهامش، واضح؟ أي حد واحد بنفقده بنضيع لي. طيب نشوف مين اللي بيروحوا مع بعض. اكس تكعيب راحت مع سالب اكس تكعيب، هذا الحد ما في شيء يروح معه، الحد الثاني مش موجود شيء يروح معه، اتش تكعيب لا في عندها حد يروح معها، الاكس مع الموجب اكس راحوا مع بعض، ضل عندي سالب اتش. بعد هيك اكتب الحدود اللي ضلت عندي، 3 اكس تربيع اتش زائد 3 اكس اتش تربيع زائد 3 اكس اتش تربيع زائد اتش تكعيب ناقص الاتش. لو انا عوضت تعويض مباشر الاتش بتساوي صفر راح يعطيني صفر على صفر، وهذه طريقه ايش؟ غير صحيحه. حكينا في المحاضره السابقه انه لو انا في عندي اتش في المقام، وهي اللي عملت مشكله الصفر بالمقام، صح؟ لانه لو كانت البسط صفر والمقام على طول يعطيني الجواب صفر. لكن لو كان البسط والمقام صفر، المقام صفر بيعطيني قيمه غير معرفه. فعشان انا اتخلص من الاتش الموجوده في المقام لازم اخذ اتش عندي مشترك من البسط واضيقها مع الاتش اللي في المقام. فهل عشان انا اخذ اتش من العامل المشترك من البسط، هل اتش موجوده في كل حدود البسط ولا لا؟ خلينا نشوف. هاي في الحد الاول موجود فيه اتش، الحد الثاني موجود فيه اتش، الحد الثالث اتش فيها موجود وهنا فيها اتش، فينفع انا اخذ اتش عن المشترك من البسط. اذا ليميت اتش تؤول لصفر، عندي مين المقام اتش، بدي اخذ من البسط اتش عن المشترك وافتح البسط. لما انا اخذ اتش عن المشترك من الحد الاول حيضل معي 3 اكس تربيع. طيب خذ من هان اتش، ايش بضل معي؟ 3 اكس تربيع، هاي زائد بينزل زي ما هو 3 اكس، خذ من الاتش تربيع اتش واحده، ايش بضل عندي؟ بضل اتش واحده. زائد اتش تكعيب، خذ منها اتش واحده بضل اتش تربيع. ناقص اتش، خذ منها اتش، شو بضل معها؟ واحد.
الاتش هي عباره عن واحد مضروب في الاتش. لما انا اخد الاتش بضل عندي الواحد في سالب. هذا الاتش تكعيب هي عباره عن اتش في اتش في اتش، صح؟ فلما انا اخد اتش واحده بضل عندي اتش تربيع. الاتش تربيع هي عباره عن اتش في اتش. انا اخدت اتش واحده فضلت معي اتش واحده، واضح؟ اذا هذا ضل عندي سالب واحد. بعد هيك الاتش اللي في المقام بتروح مع الاتش اللي في البسط. مين ضل عندي في السؤال؟ ليميت لما اتش تقول لصفر، طبعا المقام راح، ما ضل عندي مقام، فضل عندي 3 اكس تربيع زائد 3 اكس اتش زائد اتش تربيع ناقص 1. هذا اخر اشي اتوسطت له مع كل التبسيطات والاختصارات والتعويضات. بعد هيك اروح اعوض عن الاتش بصفر. لما انا بعوض عن الاتش بصفر بشيل النهايه، هيفضل عندي 3 اكس تربيع. ما بعوض هنا بالاتش صفر لانه ما في اتش. بدي اعوض بالاتش صفر وين ما في اتش بدي اعوض عنها صفر. بس. والباقي بنزل زي ما هو. 3 اكس تربيع بنزل زي ما هي زائد 3 اكس مضروبه في صفر زائد صفر تربيع ناقص 1. هاي 3 اكس تربيع زائد اي عدد مضروب في صفر صفر. صفر تربيع صفر ناقص 1. وهذا ده يعطيني 3 اكس تربيع ناقص 1. اذا مشتقة الاقتران اكس تكعيب ناقص اكس، عندي الاكس هي عبارة عن 3 اكس تربيع ناقص 1. رح ناخذ السؤال الاخير اللي هو القيمة بالضبط.